يا اخي عندي سؤال. اسال. شو في؟ شو يعني وقت بيقولوا هيك بالسياسة انه اكل صفعة؟ يا خي يعني اكل صفعة بالسياسة معناتها واحد بكون عنده متأمل بشيء واكل صدمة. طب لك بعد ما ياكل صفعة يعني شو بيجي وراها؟ لك ما في محلات بيجي وراها مثلا انه واحد بكون هيك مسيطر وكذا بيصيروا يقرصوا له عجين. طيب بيكون هو فارض النظام وبعدين بلشوا يقرصوا له عجيناته يعني. مزبوط بيقرصوا له عجين من مكان كذا هيك بيتفلفل يعني بيتضايق كمان. ايه ما بيعود فارض سيطرته. لا لا بيفرطها يعني هيك ما بيعود بيصير عنده مشكلة كبيرة. طب وليك بعد ما يقرصوا له عجيناته شو بيجي؟ بعد تقريس العجين يعني؟ ايه الرقة.